عندنا مجموعات الاسئله كتير زي ما احنا عارفين، عندنا 12 مجموعه من الاسئله، في مجموعات اتخذت رقم 1 ورقم 12، اي حاجه في النص لسه ما حدش خدها. من 12 من 2 ل 11 من 2 ل 11 دي المجموعات اللي فاضله عندنا. اختاري رقم 7. 7 حلوه، اخترت لنا فيرونيا مجموعه رقم 7. مجموعه رقم 7 يا فيرونيا عارف فيها كام سؤال؟ 5. يا 5 برضو. 5 اسئله، واول سؤال بتساله لنا دايما السمكه. تعالوا نسمع ونشوف السمكه تسال ايه فيرونيا. خبزنا الذي للغد أعطنا نقط اليوم. نحن ولا الشبع ولا اليوم؟ والوقت فيرونيا ابتدت. لا هي ما كانتش لسه الاختيارات اللي قالت، هي طبعا عارفة احنا بنتكلم على الصلاة الربانية، ابن الذي خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم. طبعا وإجابة صح. تعالوا نسقف جامد قوي فيرونيا. عشان سؤالنا الثاني هيسألهن الوديع الطيب اللي اسمه الأرنب. تعالوا نسمع ونشوف الأرنب هيقول إيه. لك إحنا عارفين إن أسفار الكتاب المقدس ليها رموز، لكن يا ترى السفر اللي رمزه ميم زين إيه هو؟ مراسي أرمية ولا سفر عزرا ولا سفر المزامير؟ والوقت ابتدى. حاول تكتبها. بص على كام كلمه. ميم زين ده رمز لانهي سفر في الكتاب المقدس؟ انهي الاختيارات؟ الاختيارات ماشي، مراثي ارميا ولا عزرا ولا المزامير؟ سهل، ده احنا بنقول ارنب وطيب وصغير. اول واحد وكيوت. اول واحد ايه؟ اول واحد مراثي ارميا، تاني واحد عزرا، وتالت واحد المزامير، سفر المزامير. والرمز ميم زين. ميم زين؟ اه انا اسمها كازم بس مزامير. مزامير يا سلام. تعالوا نسقف جامد قوي فيرونيا مظبوط. لا نركز بقى. لا تعملي كده وتكتبي زين بس. انا قلت كل ده عشان تكتبي زين، الزين مش محتاجه رسم. هي ميم زين، وطبعا دي اختصار او رمز لسفر المزامير. يلا سؤالنا الثالث والشقي بتاعنا اللي اسمه القرد، نسمعه؟ يلا بينا نسمعه. هي مساحة واسعة من اليابس تضم عددا من الدول داخلها، فما هي؟ محافظة ولا مدينة ولا قارة؟ ايوه ابتدي. القرد دايما. السؤال بيقول هي مساحة واسعة من اليابس. يابس يعني ايه؟ أرض. يعني أرض. تضم عدد من الدول داخلها، جواها عدد من الدول، اسمها ايه؟ بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على محافظة وبنتكلم على مدينة وبنتكلم على قارة؟ قارة. قارة. قارة عشان فيها دول كتير. ايوه اجابة صح. تعالى نسقف جامد قوي. برافو. طب القرد طلع طيب هو كده. اه جدا زي الارنب. جمال. يلا نشوف الرابعة بتاعتنا اسمها الزرافة. يا رب تبقى طيبة. يلا نسمع هتقول لك ايه. من هو كاتب الأسفار الخمسة الأولى في العهد القديم؟ يا ترى موسى النبي ولا داود النبي ولا سليمان الحكيم؟ والوقت ابتدى. كاتب الاسفار الخمسه الاولى في الكتاب، في الكتاب المقدس او في العهد القديم طبعا، هل هو موسى النبي ولا داود النبي ولا سليمان الحكيم؟ موسى النبي، داود النبي، سليمان الحكيم. موسى النبي. موسى النبي. مش واثقه ليه؟ موسى. خلاص موسى النبي. جابها صح طبعا. تعالى نسقف جامد قوي. فاتوره. برافو. موسى النبي خلاص. لا شاطره طبعا. موسى النبي هو كاتب اول خمس اسفار العهد القديم، وهم ايه عارفه؟ تكوين حروب تكوين عدد تثنيات. شاطره، برافو عليك، انت عارفاهم كلهم. برافو عليك، شاطره خالص. نوصل مع بعض لاخر سؤال، اخر تحدي لينا في المجموعه بتاعتنا، المجموعه 7، واللي بيسالنا السؤال الاخير هو دايما يكون الاسد الشرس. تعالوا نسمع نشوف الاسد هيقول ايه الفيرونيا. كم عدد الصلبان الموجودة حول الصليب الكبير في القربانة؟ ولو ضربناهم في 2 يدونا كم؟ 24. 18 ولا 20 ولا 24؟ 24. جاوبت قبل الساعة. الحقيقة هو موجود في الاختيارات، يعني 24 قليت بسرعة. أنا قلت ممكن تبقى تسرعت في العدد ولا حاجة، بس هو فعلا طلع موجود في الاختيارات. وأنت قلتي 24. يعني في كام صليب حوالين الصليب الكبير؟ 12
12 وضربناهم في 2 واول مره مساله حسابيه حتى لو كانت صغيره بس اتعملت بسرعه في حلقتنا مع ده قبل ما اقول الوقت ابتدى الاجابه الصح هيساف جامد جدا البرونيا طبعا جامده البرونيا